مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية. اول لقاء زي ما قلنا اكتر من مره خلال الفتره الماضيه من البرنامج انه هيكون مع نجمنا نجم منتخب مصر والنادي الاهلي سابقا وواحد من اصحاب الانطلاقات طبعا غير المسبوقه في عالم كره القدم، لانه ولد تجربته الحقيقيه للجمهور بيعتبرها ابتدت يوم انتقاله وتعاقده مع النادي الاهلي. ولد نجما من اول ظهور واول مشاركه له، ومن اللاعبين اللي اتقال عنهم انهم كسروا الدنيا اول ما الناس شافتهم في المباريات الوديه او الرسميه من خلال مشاركتهم مع النادي الاهلي، وكانت انطلاقته سواء على المستوى المحلي او من خلال مباريات دوليه زي الشكل اللي ظهر عليه كهداف للبطوله العربيه في الوقت ده، كان من النجوم اللي حصلوا على تأييد جماهيري بزمن في زمن قياسي او في وقت قصير جدا بشكل غير مسبوق. نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا الكابتن احمد كشري، اهلا بيك كابتن احمد وسعداء بوجودك معانا النهارده. حبيبي انا اللي سعيد ان انا معاك وسعيد ان انا في بيتي قناه النادي الاهلي، واتمنى ان يكون حلقه خفيفة على الجمهور. عندنا أسئلة كتير النهاردة بعضها سهل وبعضها صعب جدا، بس خلينا قبل ما نبدأ في طرح التساؤلات نبدأ معاك ومع مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير. أحمد عبد المنعم كشري، تتذكر جماهير الأهلي هذا حيث كان مهاجما متميزا بصفوف الفريق لعدة سنوات خلال حقبة التسعينيات، أكبر الجميع على احترامه نظرا لالتزامه الشديد وعشقه للفانلة الحمراء. انضم كشري للأهلي عام 95 برغم أنه كان قريبا بشدة من الانتقال للإسماعيلي، لكنه اختار التيشيرت الأحمر الذي يعشقه منذ الصغر. بدأ كشري حكايته مع الأهلي خارج الحدود عندما شارك مع الفريق بالبطولة العربية أبطال الكؤوس بتونس عام 95 ونال لقب هداف البطولة، سجل 3 أهداف دفعة واحدة خلال أول مباراة له مع الأهلي ببطولة الدوري وكانت أمام الأولمبي السكندري. الغريب أنه سجل بالقدمين اليمنى واليسرى وبالرأس أيضا. كشري ابن حي الدرب الأحمر بالقاهرة، لعب في بداية مشواره الكروي مع المقاولون العرب قبل أن يرحل للشرقية للدخان ويتألق بقوة. عاش سنوات جميلة مع الأهلي، لا ينسى الكثير من الذكريات خلال تلك الفترة المهمة. يتميز ضيفنا اليوم بالتواضع الجم منذ أن كان لاعبا، لا يعرف الغرور، يحلم بمواصلة مشواره مع كرة القدم كمدرب ناجح. يتحدث كشري معنا الليلة عن أحلى ذكرياته في الأهلي والمواقف التي لا ينساها مع نجوم الفريق ونصائح محمود الخطيب وتفاصيل مقابلته لصالح سليم في الجيم وسر لقب كشري وأسرار أخرى في الأهلي في كل مكان. كابتن احمد، بدايه اكيد حققت درجه كبيره من النجاح لفتت انظار الجمهور والنقاد والمسؤولين في الانديه في الوقت ده وقادت الى اهتمام النادي الاهلي بالتعاقد معك، لكن بصراحه بشكل موضوعي هل بتعتبر انه مولد النجم احمد عبد المنعم كشري كان يوم انتقالك للنادي الاهلي؟ طبعا دي انا حسيت ان انا بلعب كوره اول ما دخلت النادي الاهلي، دي حقيقه مش مجامله. النادي الاهلي لا حاجة مختلفة. ليه؟ ايه الفارق اللي لقيته؟ كنت في فريق وفريق موجود والناس متابعاه، انتقالك للنادي الاهلي حسيته اختلف فنيا في ايه؟ لا انا اصلا يعني انا 7 سنين في نادي المقاولين، فنادي المقاولين نادي كبير ولعبت درجة أولى معاهم وانا عندي 17 سنة ده قبل الشرقية ده. يعني ما انا عايز اقول لك ايه الفرق بقى، عشان انا هنا جاي من نادي دوري ممتاز برضه ونادي ولعبت مع المقاولين فترة طويلة في يمكن الموسم ده كنت حوالي في 13 ماتش ما خرجتش بره السكور وانا عندي 17 سنة. شرقية الدخان كان نادي درجة تانية يعني ممتاز بيه، وان كان انا في مع شرقية الدخان يمكن جبت 30 جون في موسم واحد. لكن النادي الاهلي انا مش هقول لك عشان اول لما اتنقلت من شرقية الدخان نادي الاهلي، لا انا رحت بعد كده بعد النادي الاهلي انديه، فانا عرفت الفرق الاكبر كمان يعني عرفت الاختلاف. ايه الحاجات اللي لقيتها في تجربتك قبل وبعد وجودك في النادي الاهلي اللي لقيتها في النادي الاهلي بس؟ لا اول حاجه النادي الاهلي عنده اسلوبه في اداره المباراه في مجموعه اللعيبه في النادي
في كيان النادي الاهلي حاجه ليها رهبه. انا ما بخش النادي الاهلي كنت بخش احس ان انا مبسوط جدا وانا داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي في اتجاه والانديه الثانيه في اتجاه. لما انا لعبت في النادي الاهلي انت تقدر من مباراه او مباراتين مصر كلها تعرفك، يعني ادائك او اسلوبك الناس هتفهم وتعرف امكانياتك وهتعرف تقدرك او تعرف تقيمك كويس جدا. الانديه الثانيه محتاج وقت كتير قوي قبل ما الناس تاخد بالها منك. فالنادي الاهلي هو البوابه الكبيره لشهره اللعيبه، لوصولك لمنتخب مصر، لوصولك لاهداف اكبر اللي هي الاحتراف. لان النادي الاهلي نادي كبير جدا بشعبيته بطولاته بنجومه بادارته اللي هي بتتمثل في بعض النجوم الكبار اللي الناس بتتمنى ان هي تشوفها. يمكن انا وانا صغير انا من صغري انا واسرتي يعني احنا اهلاويه، انا كنت بروح النادي الاهلي عشان اتفرج على مثلا كابتن محمود الخطيب عشان اشوفه في الملعب، يعني اشوفه بس نازل كده من الممر ولما يجيب جون اقول يا رب يجيب جون ويجي ناحيتنا. فطبعا لا انت داخل نادي عريق، نادي عظيم بحالك كل امنياتك. انا بقول لك قعدت العب سنين قبلها، انا مع اول مباراتين للنادي الاهلي في تونس اما نزلت المطار عرفت ان انا بقيت نجم. استقبال بقى حاجه تانية طبعا خلاص موضوع طبعا. بس قبل ما نكمل التجربه وبدايه مراحل التهديف والارقام القياسيه اللي كنت بتحققها في المباريات سواء رسميه او وديه فور انتقالك للاهلي، بما انك اشرت كمان لحبك الكبير للكابتن الخطيب، التقرير قال انه كان في نصايح انه من النجوم الكبار اللي وجهوك في الوقت ده مع بالزبط. بدايه تجربتك مع الاهلي وكان في تاثير لنصايح نجم كبير بحجم الكابتن الخطيب. أكيد. ايه الحاجات اللي فاكرها انه قالها لك في بدايه تعامل الكابتن الخطيب معاك؟ الكابتن الخطيب يعني اتذكر كان تاني مباراه ليا في الدوري المصري، يمكن اول مباراه كنت لعبنا قدام الاولمبي في القاهره، وكنت راجع انا من البطوله العربيه في تونس وكنت جايب في البطوله دي 3 اهداف وعملت ضربه جزاء، فكان يعني عملت بطوله كويسه قوي جدا في البطوله العربيه. ويمكن اول ماتش ده الاولمبي ماتش في استاد القاهره انا جبت 3 اهداف وثلاث اهداف مختلفين، يعني الهدف الاول بشمالي يمكن لما جه في التقرير، والهدف الثاني جايبه ببوش رجل خارجي بيميني في المقص، والثالث بدماغي، والهدف الرابع انا مشارك فيه وكسبنا 4. بعديها كان عندنا مباراه مع المصري في بورسعيد، فكابتن عماد اليماني النداه لي قال لي احمد بيبو عايزك كابتن محمود، فقلت له فين؟ فرحت له يا كابتن، قال لي احمد انا ندهت لك عشان انا متوقع انت اللي هتكسب النادي الاهلي وانت اللي هتجيب جون النادي الاهلي، فانا عندي ثقه كبيره جدا فيك، كل اللي انا هقوله لك ان فريق المصري في ملعبه بيفكر ان هو يعني بالنسبه له طموح كبير جدا المكسب ان هو يكسب النادي الاهلي، فبيبدا يفكر في النواحي الهجوميه فبيتخلى احيانا او اوقات كتير عن الحذر والدفاع. انت سريع وعندك ميزه كويسه انك بتعرف تجيب جون من اي مكان، فانا متوقع ان انت اللي هتكسبنا، عايزك تركز هتلاقي نفسك بتوصل لمرمى المصري تركز واحده تكسبني. الكلام اللي بيحكوه لي ده كابتن محمود الخطيب هو اللي حصل بالظبط في مباراه المصري. يعني كان في هجمه للنادي المصري علينا وفي نص الملعب ضغطت انا وهادي خشبه قطعنا الكوره، راح هادي بالدهاني خدتها من نص الملعب، رحت واخد 3 لعيبه من المصري جريهم بقى بالكوره ورايا، بقى فرق بيني وبينهم 20 متر يعني انا كنت سبرنتر جدا بالكوره، يعني كنت سريع جدا جدا بالكوره، ولما بلاقي قدامي مساحه يعني من الصعب ان حد يجيبني الا لما يكون لعيب يعني عنده حته السرعه عاليه قوي ولازم يكمل معايا بزحلقه او تاكلنج عشان فعلا خدت الكوره ورحت جايب جون كويس جدا، والجون ده كان الهدف الثاني للنادي الاهلي. وطبعا نصيحه الكابتن الخطيب، رجعت اتكلمت مع الكابتن الخطيب بعد المباراه دي، كنت عايز تقول الكابتن الخطيب يعني نزل معايا بعديها في حاجه يعني بالنسبه لي انا بعتبرها بالنسبه لي انا تاريخيه، ان الكابتن محمود كان من بينزل بعد التمرين وياخد معاه الكوره ويلعب على المرمى، فانا ده لي دون على الفرقه كلها قال لي احمد انا العب انا وانت على الجون،
فطبعا دي كانت يعني ايه يعني حاجة كبيرة لمجرد ان بقى فيه رغم ان انا في الفترة دي نهائية مع الكابتن الخطيب واهتمام بيك وبموهبتك، الموضوع ده بيبقى فارق مع اللاعب طبعا. رغم ان انا كنت في الوقت ده انا نجم في الفرقة يعني الحمد لله، كنت بكسب النادي الاهلي وكنت بلعب، بدأت مع الفريق نجم، خدت مكانك من اول يوم. لكن الكابتن محمود لما يجي يقول لي، كابتن محمود الخطيب لما يجي يقول لي هنلعب على الجونة وانت، انا مش عايز اقول لك كانت سعادتي ازاي، كنت مبسوط جدا لان الكابتن الخطيب هو اللي يرفع لي الاوفر وانا العب على المرمى وانا اللي ارفعه. فعلا كان في جمهور مالي الملعب في التمرين اثناء التمرين، والكابتن الخطيب اول ما نزل طبعا الدنيا اتقلبت والجمهور وقف وقعدوا يهيصوا للكابتن الخطيب، فقال لي احمد هنلعب على المرمى، الجمهور كله انتظر في الملعب وبدا يقول لي انا اعمل لك كروسات، اعمل لك كره عرضيه وتاخدها واحده في الهواء. فاشتغلت رفع لي حوالي 4-5 اوفرات، رحت اشتغلت كويس فيهم، رفعت للكابتن شاغل طبعا انت عارف هو ستايله عالي قوي مهما نعمل كده شكل الكوره فضلنا كده لحد ما قال لي بقى ايه احمد هنرفع الكوره وتاخدها على صدرك وقبل ما تنزل تحطها في الجون. فجيت انا حد المشهوره بقى، فانا جيت للحته دي تعطلت طبعا اخدها على صدري واعملها، بس لما جيت ارفع له الاوفر انا بقيت مستغرب، تدي له الاوفر ياخد الكره على صدره والكره تنزل له حنينة وحطها بكل هدوء في المقص. فطبعا انا كنت سعيد جدا والجمهور كان عمال يهيص، فدي بالنسبه لي انا من الذكريات الحلوه قوي، لا حاجه تاريخيه يعني. انا بتمرن انا والكابتن محمود الخطيب على المرمى ان انا اعمل دويتو في الملعب ولا ولدقايق حقيقي والله حقيقي والله العظيم يعني انا كنت سعيد جدا 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 بالوقت ده ان الكابتن محمود وبعدين بيعمل لي اوفر بالمقاس، يعني بقول له يا ريت يا كابتن كنت انت اللي في الملعب، ريت ساعات الاوفر يجي لي معاه. فطبعا لا يعني دي اتمنيت بقى تكون يعني ممن زماله الكابتن الخطيب في الملعب. طبعا كنت اتمنى ان انا العب جنبه. لا الكابتن الخطيب يعني احنا يعني عصرناه، عنده رؤيه وعنده مهاره وعنده شخصيه في الملعب وليه اسلوب وليه ستايل مختلف، ما جاش لعيب في مصر يعني، وانا ما شفتش لعيب في على مستوى الوطن العربي كله وافريقيا ليه ستايل زي الكابتن الخطيب. لا لما كان بيستلم الكرة بس تحس ان هو لعيب كبير، عامل زي نوعيه مارادونا يعني. مارادونا يعني في مقارنه بين ميسي ومارادونا، انا وجهه نظري الفرق بين ميسي ومارادونا ان مارادونا لما كان بيمسك الكوره لا بتقول لعيب كبير قوي يعني، هو ما عملش اول ما يستلم الكوره ده لعيب عالي قوي ليه ستايل. الكابتن محمود الخطيب كان كده لما عرفت كمان ان كان في موقف خاص جدا ومميز جمعك بالكابتن صالح سليم رحمه الله في بعض الذكريات في التعامل مع الكابتن حقيقة. صالح يا ريت تقولها لنا. طبعا كابتن صالح رحمه الله عليه كان في فتره انا جالي اصابه في العضله الخلفيه وهو كان عنده اعتقد خشونه في الفقرات بتاعت الرقبه وكان بيتعالج ساعتها بيعمل علاج طبيعي مع دكتور علاء المقدم ودكتور مجدي عبد العزيز، وانا في نفس الوقت ده بعمل العلاج الطبيعي بتاعي اللي هو على العضله الخلفيه. فكنا بنتواجد انا وهو بالظبط في نفس التايم يعني الساعه 1 الظهر كده كنا بنروح النادي، ففي 2 شازلونج هو يعني كابتن صالح بيبقى هنا وانا هنا وبنعمل الجلستين سوا. فكان الكلام ده يعني استمر فتره يعني انا يمكن الاصابه دي خدت معايا وقت شويه شهر شويه، الكابتن صالح كان كل يوم بيتواجد برضه في نفس الميعاد. فقعدنا في فتره الجلسات يعني الكابتن صالح بدا يروي ويحكي قصص ومواقف وحاجات، فكنا بنضحك جدا لانه بيقول حاجات دمها خفيف قوي من اللي هي الحاجات بتاعه الناس القديمه، الناس اللي هي ايه لما يقول لك موقف تلاقي نفسك قعدنا نضحك وكنا مبسوطين جدا وبتاع. فالكابتن صالح قال لي احمد اللي انا عمال اضحك يعني مبسوط ان الناس بتقول عليا ايه يعني واخده عني. قلت له يا كابتن اللي ما يعرفك يجهلك يعني، انت بصراحه كابتن تيجي في التلفزيون ما بتضحكش وبتقعد تكشر، بس كابتن لو الناس شافوك هنا مش هيعرفوا ان انت كابتن صالح. فقال لي معقول الدرجات دي؟ قلت له حقيقي شفت جانب انساني الناس ما بتشوفوش في وسائل الاعلام. الكابتن صالح الله يرحمه كان دايما بيظهر بشكل جاد جدا في اي حوار او ظهوره دايما في اي حدث له سمت صارم وجد جدا، لكن شفت الجانب الاخر بقى خالص يعني بيضحك معانا جدا بيحكي مواقف كلها فيها حاجات فكاهيه يعني عارف كان طبيعي يعني حسيت ان هو قلت له يا كابتن يعني احنا ذات نفسنا بنشوف كابتن صالح وهو مكشر وبتاع.
فطبعا لا هو وانسان جدا وكان دمه خفيف جدا في المواقف اللي هي لما يحس ان هو قاعد في بيته او قاعد في وسط ناس هو بيحبهم. فلا كانت فتره جميله قوي قوي. وهو حتى سالني يعني حس ان انا مبسوط وانا قاعد معاه انا والدكتور مجدي وكنا والدكتور علاء وكنا مجموعه قاعدين، حتى كان في كابتن حمدي مكرونه الله يرحمه، فلقينا بنضحك قوي بتاع. فعشان كده سالني قال لا احمد الناس قلت له كابتن ما انت بتيجي بتكشر الناس بتفتكر ان انت لا ان انت قافل على طول. قال لي ما احمد ده انا شغلي وبتاع. فطبعا يعني انا كنت سعيد جدا بالفتره دي. كابتن صالح يعني حاجه كبيره جدا، وكان ليه شخصيته وليه هيبته وليه احترامه، وكان كلامه مؤثر جدا لما كان بيجتمع بينا بيقول حاجات. يعني مره من ضمن المواقف كنا لعبنا نادي الافريقي التونسي في تونس وخسرنا منهم 4-1 في البطوله. ما كانش يكثر من الكلام الكابتن صالح، كان يوم ما يتكلم بيتكلم في حاجه مهمه جدا في اضيق عدد ممكن او اقل عدد ممكن من الكلمات، بس بيوجه رسالته بتوصل بشكل مباشر وصريح جدا للاعيبه. بالظبط فعلا ده اللي حصل، ان احنا لما خسرنا من الافريقي التونسي هو طلب يلعب مع الافريقي تاني وقال احنا النادي الاهلي وياما فرق كبيره خسرت، لكن النادي الكبير اللي هو ما يقعش بسهوله ان هو ما يتاثرش بالحاجات دي. قال كلام بصراحه واتكلم على شرب الحاجه الساعه ان الحاجات دي غلط والكلام ده. فعلا انا من ساعتها منعت الحاجات دي، كنت بحب اشرب جدا البيبسي والكلام ده، وما كانش في وعي اكتر زي الفتره اللي هي الاخير 10 سنين دي الناس بتتكلم على لا هو كان بيقول لا ده غلط، ده غلط على لعيب الكره المحترفي. كان هو عاصر الكلام ده، الكاب صالح يعني يمكن احترف بره زمان وعاش في اوروبا، فكنا كان بينقل لينا خبرات كبيره خبراته، فكنا بنستفاد منها كتير. اسامه عبد المنعم سعادتك كان له دور في وقت المفاوضات واكتر من نادي بيتفاوض انتقالك للاهلي، اسامه عبد المنعم اخوك كان له دور في الصفقه؟ اسامه عبد المنعم كشري، العيله كلها اسمها كشري. طبعا طبعا. يعني دكتور اسامه او يعني اخويا الكبير لا ليه فضل عليا كتير قوي. كنت بستمع لنصايحه، يمكن انا في فتره يعني في فرق كام سنه مش كتير، لكن اسامه من نوع لا 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 الاهدى مني يعني كان بينصحني. فيمكن انتقال النادي الاهلي اسامه ليه سبب، يعني ليه موقف معايا. انا كنت كان النادي الاهلي جايبني العب او جايب مسطران تلعب معانا ماتش مع النادي الاهلي عشان يشوفوني. فلعبنا الماتش وخدت بعضي وماشي، فبقول له كان معايا والدي الله يرحمه كمان واسامه، فبقول له والله. قال لي طب اسال الكابتن حماده كده لان عاملين الماتش عشاني. قلت له ما حدش ناداه لي اروح اقول له ايه؟ اقول لهم ايه؟ يبقى ما فيش حاجه ما حدش. قال لي لا اساله. فعلا رحت سالت الكابتن حماده، فدخل الكابتن محمد رمضان قال له يجي لي بكره الساعه 11. ورحت الساعه 11 دي على اساس ان انا مش في دماغي حاجه. ففوجئت ان يمكن احكي لك يعني فوجئت ان الكابتن عادل القيعي قاعد في وشي والكابتن رمضان، خدوني في دقيقه كده على طول. يا احمد عامل ايه؟ احنا منتظرينك وبتاع. كابتن رمضان احمد خلاص معاك معانا في النادي؟ قال له احمد لعيب كويس واحنا مقتنعين بيه. كانت مفاجأة بالنسبة لي طبعا. فأسامة اللي خلاني رجعت الكابتن حمادة. طيب. لو ما كانش قال لي معانا على الهاتف الدكتور أسامة عبد المنعم كشري. دكتور أسامة مساء الخير. الفل بسعادتك. أهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا، وحابين نسمع طبعا ذكرياتك والحاجات اللي فاكرها اللي ما بتنساهاش أبدا عن مرحلة التفاوض مع النجم أحمد عبد المنعم كشري في الوقت ده وانتقاله للنادي الأهلي. فاكر الفترة دي إزاي؟ وبيقول إن كان لك دور رئيسي، إنه كان فقد الأمل بعد المباراة دي وإنك رجعته عشان يسأل إذا كان في رد فعل إيجابي من النادي ولا لأ. طبعا فاكر الموقف ده زي ما كنا امبارح أو النهاردة كده. طبعا دي كانت أيام كويسة. بص طبعا كان أحمد المفروض إن هو متفق معاه إن إحنا هنروح ينتقل للإسماعيلي. كان الإسماعيلي والقناة. انا كنت فعلا الاسماعيلي. وكنت اتذكر كابتن شحتة رحمة الله عليه هو اللي كان متكلم معاه. ففوجئت ان احمد بيقول هنروح الاسماعيلي والقناة وبتاع، وفرحت جدا احمد راح الاسماعيلي، بس كان نفسه اسمع الاهلي والكلام ده. معاك يا دكتور اسامة، احنا سامعينك، احنا فقدنا الاتصال. اتفضل. فطبعا احمد نصف معايا وفجأة بيقول لي اسامة تعالى معايا، احنا في ماتش النهارده الاهلي عمله، كابتن محمد عامر عمل لي عامل ماتش النهارده بين مصر الطيران على ما اعتقد، ايوه مصر الطيران مصر الطيران الاهلي،
عاملين ماتش تعالى اتفرج عليه في ملعب الاهلي. رحت معاه هناك واتقابلنا. وبعدين اليوم ده الاهلي كسب، انا فاكر كسب 7-2، واحمد اللي جاب الجونين، جاب جونين يوميها. فبصيت قاعدين مستنينه بره وبتاع، احمد غاب 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 غاب. فجاه لقيت لي بيقول لي، انا بيقول لي تعالى بكره انت هتبقى معانا في الاهلي. وهتقابل كابتن رمضان، وكان كابتن برضه عادل بتاعي موجود. فطبعا كانت فرحه جميله، وما كناش بقى مصدقين نفسنا واحنا كلنا اهلاويين والمنطقه كلها. كان عندكم ثقه، الناس اللي عارفاه كويس قبل انتقاله للاهلي، كان عندكم ثقه في موهبته وقدراته وانه هيحقق النجاح ده مع الاهلي؟ كان عندنا ثقه جامده. انا كنت واثق في احمد انه هيحقق طفره كبيره جدا. طب اقول لحضرتك حاجه، هل تعلم ان احمد ناسي الموقف ده؟ ان اول ماتش لي كان مع ضد الكابتن طه اسماعيل، اهلي دبي. ايوه. فانا دخلت الماتش وكان في نادي السكه جنب شركتي. 5 اهداف كنا لسه بنتكلم قبل ما نبدا الحوار على الهواء. ماتش كان في نادي السكه. صح. فبقول مين كام؟ قالوا 3-0 واحد جنيه صح، احمد كشري. فاستغربت. قعدت الماتش ما خلص 7-1 او 7-2، كان احمد جاب 5 او 6 اهداف لوحده، وكان احمد عبد الفتاح جاب جون. انتهى 6-1، وانا جبت 5 اهداف في شوط واحد، والشوط الثاني ما لعبتوش. واحمد عبد الفتاح يعني التجربه اعتقد كانت مميزه جدا. وان كان بعض الناس، هسالك بقى بصراحه، في راي كتير جدا بنسمعه دون ذكر اسماء عشان ما بندخلش في اي حرج مع اي شخصيه في الوسط الرياضي او نسبب حساسيه لاي شخص، يعني نتيجه لكلامنا، ناس كتير قوي قالت ان الانطلاقه القويه جدا للنجم احمد كشري في الوقت ده، سواء على مستوى البطوله العربيه، المباريات الدوليه او المباريات المحليه، سببت حاله من غيره الملعب عند بعض النجوم في الوقت ده، وانه ده كان مسبب درجه من درجات عدم التعاون معاه من البعض. لان المعروف طبعا عن المعروف عن النادي الاهلي على مستوى كل الاجيال، الاجيال المتعاقبه، انهم بيحتووا اي نجم جديد، اي لاعب جديد بينضم للفريق وبيساعدوه، بيقدموا له كل الدعم اللي هو محتاجه عشان يدخل بسرعه مع الفريق وينسجم معاه. لكن لكل قاعده استثناءات، احيانا بيبقى في نجم عنده غيره ملعب، لو شاف حد جديد بيحصد حب الجماهير بسرعه او بيخطف منه الاضواء زي ما بيقولوا. هل ده حصل معاه واثر عليه ولا لا؟ هقول لحضرتك حاجه، انا هقول لك حصل معاه وبالمواقف. حصل معاه الماتش بتاع النادي بتاع السك الحديد، كان كابتن بيلعب فيه كابتن رضا، كابتن حسام حسن، وكل نجوم الاهلي، واحمد لما جاب لي الجوان دي، في بعض النجوم الهدافه جدا جدا اصرت انها تلعب الشوط الثاني رغم ان المدرب كان عايز يريحهم عشان الشوط وحصلت اصابه للنجوم الهدافه دي، واحمد كمان معه، ورضا عبد العال، وكانوا رايحين اول ماتش يكون ثلاث ارباعهم في اصابات نتيجه الغيره، لدرجه ان حد من الملعب، بس اخويا طبعا قال لي الكلام ده وانا عارفه، قال له يا احمد لو انت عند الجون هتحط جون وتسيب من الناس عندي ورا، رجع له الكوره عشان تلعب. انت عارف ده كلام كبير، ده كلام كبير. عموما احنا هنقف عند الموضوع ده، لان احنا بنتكلم في الذكريات الحلوه الايجابيه النجاحات. فقلنا بس جمله اعتراضيه ان الامر ده كنا بنسمعه طول الوقت، حبينا نتاكد منه او نقول انه شائعه منتشره بس او اجتهادات من الناس يعني. لا احمد كان في وسط نجوم كبيره. لا احمد كان في وسط نجوم كبيره طبعا، ما ننساش انه كان كابتن احمد فيليكس، كابتن حسام حسن، اكيد كابتن علي ماهر، الفريق كان مليان نجوم طبعا، ودايما الاهلي في كل جيل مليان نجوم. كان في وسط نجوم، وحصلت مواقف كتيره، بس احمد كان عموما هو حقق نجاح كبير وبقى نجم من نجوم الكره المصريه، وربنا وفقه، وكان موهبته تستحق اهتمام المسؤولين في النادي الاهلي بالتعاقد معاه. وعشان كده النهارده احنا بنتكلم عنه بكل اهتمام وتقدير لمشواره سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. وبشكرك جدا يا دكتور اسامه لمشاركتك معانا، شكرا جزيلا. كابتن احمد، تعليقك على الامر اللي سالت عليه عشان ننتقل لنقاط تانية وهي مضيئه وايجابيه وكثيره جدا، بس عشان نحسم الامر ده، انه حصل في يوم من الايام معاك عشان ظهرت بشكل غير مسبوق، حجم النجاح اللي حققته، نسبه الاهداف، ظهورك الجماهيري، حجم اهتمام وسائل الاعلام والمنشطات الرياضيه اللي اتكتبت عنك فور انتقالك وبدء مشاركتك في اي مباراه مع النادي الاهلي سواء على مستوى البطولات العربيه في الوقت ده او المستوى المحلي، سببت فعلا نوع من الحساسيه في وقت من الاوقات مع بعض النجوم رغم قيمتهم الكبيره جدا. حصل فعلا، حصل الكلام ده، و
يعني انا بالنسبه لي الناس دي كانت زمايلي وانا بحبهم. لا ومرحله وانتهت وممكن تبقى العلاقات ويبقى شخص بيحبك بس كانت غيره مرتبطه بالمواقف والتنافس داخل الملعب بالزبط. والرغبه في ان انا احصد النجاح واهتمام الجمهور بيا في الوقت ده. لكن ممكن يبقى شخص بيحبك جدا على المستوى الانساني بس كانت غيره في فتره معينه او تنافس في فتره معينه. حقيقة حصل الكلام ده فعلا ولان يمكن ما قال اسامه من شويه انا طلعت طلعه عاليه سريعه جدا سريعه او يمكن الماتش اللي بيتكلم عليه ده كانت مباراه بين الاهلي واهلي دبي في القاهره في استاد السكه حديد وانا سجلت في الشوط الاول 5 اهداف فطبعا كانت يعني ما بتحصلش كتير انت بتلعب ان اللعيب مع اول مشاركاته مع النادي الاهلي يبدا بحجم الاهداف الناس جايه تشوف مين احمد كشري لسه بيتعرفوا عليك الجمهور في شوط تجيب 5 اهداف فرضت نفسك على الجمهور فدي يعني بدات تعمل بعض الحساسيات في من بعض اللعيبه وبعديها كمان البطوله العربيه هداف البطوله وبعديها هداف الفرقه في الدوري يعني عمل يعني اسمك كمان بدا ياخد مساحات كبيره قوي في منشطات الرياضه في الوقت ورحت فعلا وقارنت يمكن كنت تستحق طبعا ده مجهودك يعني من اهم المنشطات اللي اتكتبت عليها وطبعا وانا يعني شرف ليا وان انا اقارن او يعني ان يقولوا خطيب 95 في النادي الاهلي يعني قالوا خطيب جديد في النادي الاهلي لكن طبعا مع الفرق الكبير بينه كان لكن بس مجرد التشبيه لكن كان مرضي جدا بالنسبه لك في الوقت طبعا ان اسمي يرتبط بالكابتن محمود ده لكن طبعا هي يمكن عشان سرعه الظهور والتهديف وانك تاخد مكانك في التشكيل الاساسي بالظبط ده حصلت يعني ومش هقول لك بس من زمايل او لعيبه كانت بتلعب في المركز بتاعي لا دي يعني احيانا تشعرها من بعض النجوم يمكن انا ما كنت الحمد لله كان في قبول من ناحيه الجمهور ناحيتي لما كنت بنزل الملعب لو في هتاف تهليل كبير من الجمهور كان الجمهور بيفضل يغني لي كان بيغني لا ده انا مع بقى بعديها بسنه وسنتين كان الجمهور بيحبني بصراحه انا كنت بحسها يعني الجمهور لما بنزل الملعب بتعامل معامله دي بتبقى من عند ربنا بقى القبول ده من فدي عند كانت بتزعل بعض الناس بعض اللعيبه كانت بتغير يعني بس الغالب على الاهلي دايما فكره التكاتف يعني بتغلب بيبقى دايما هي النسبه الاكبر قبول اللي والتعاون معاه وانك تدخل في فريق روح الاخوه والصداقه مع اللاعبين حتى لو في حالات استثنائيه كان فيها بعض المشاكل او الحساسيه او الغيره لا هم طبعا اللعيبه اللي كانوا معايا نجوم وفيهم نجوم يعني احسن مني واسامي كبيره لكن عرفت ايه تلاقي في بعض ممكن تبقى انت نجم وليك اسمك وبتاع بس انت جاي لسه جاي النهارده بقيت عملت نجوميه كبيره لكن بامانه يعني الجيل بتاعنا كان جيل محترم جدا قالوا ان صديقك في الوقت ده وزميلك كان من نجوم الفريق الكابتن ياسر ريان دخل في تحدي معاك ان المسؤوليه صعبه وهل هتقدر تثبت نفسك ولا لا وان النادي الاهلي نادي كبير ومش اي حد يقدر ينجح معاه وانه في وقت تاني قيم وقال لك انك نجحت وانك كسبت الحقيقه يمكن كابتن ياسر ريان يمكن من الحاجات اللي اثرت فيا جدا وخلتني ابقى عندي اصرار وتحدي رهيب ويمكن هو ساعدني ان انا بكلامه الاولاني اللي قاله لي خلاني يبقى جوايا اصرار على التحدي لان البطوله يمكن البطوله اللي الاهداف دي بتيجي كانت البطوله العربيه اول ماتش انا كنت بلعبه قدام فريق الرياض السعودي وتعادلنا 2-2 وانا كنت بلعب مصاب يعني البطوله دي انا بلعبها انكر رجلي كان مصاب ووارم جدا فبعد ما لعبت اول ماتش وكان الفريق السعودي عنيف جدا في الاشتراكات معايا ما قدرتش اكمل الماتش بس بالامانه عشان احنا عارفين كمان ان النادي الاهلي وفريق الكوره دايما من الفرق اللي بتتبع المحاذير الطبيه بشكل سليم 100% يعني بيحافظ على سلامه اللاعب تمام هل ساعتها كنت بتتحمل على نفسك او بتقول الجهاز الطبي حتى لو وقع عليك الكشف انك مش موجوع قوي مش متالم قوي عشان تقدر تشارك لا لان اللعيب ساعتها احيانا بيجي على نفسه عشان ما يبعدش عن المباريات لا انا هقول لك لا كان معانا المفروض الكابتن حسام حسن وصاب ما كانش موجود فاصبح ضروري وفيليكس جه بعد الماتش الاول يمكن يعني فيليكس جه هنا ده الماتش الثاني ده الماتش الثالث كمان مش فما كانش في بديل عن مشاركتك فانا ما كانش في فروت في النادي الاهلي غيري وانا اصلا دي انكر رجلي دي اتخبطت في ماتش هامبورج الالماني يمكن ماتش هامبورج ده كان اول مباراه ليا مع النادي الاهلي في ربع ساعه سجلت هدف التعادل في هامبورج هناك في المانيا
فانا كنت بلعب المباراه دي وانا انكر رجلي وارم. المباراه دي الاولانيه ولا الثانيه اللي هي المباراه الاولى؟ دي لا المباراه الاولى. المباراه الاولى دي ثاني مباراه. دي بعديها حوالي باربع ايام من المباراه دي وسجلت فيها ده ماتش الاتحاد السوق. كنت بتلعب وانت مش سليم 100% فعلا في المباراه دي. بس ما كانش في بدائل وانا كنت عايز العب بس كان انكر رجلي وارم ولعبت والمباراه الاولى ما قدرتش ان انا اكمل فيها ما عملتش اداء كويس لان كان فريق الرياض السعودي كان متقدم علينا وكان بيلعب بقوه وتعادلنا في المباراه دي واتغيرت المباراه الثانيه مع فريق النصر الاماراتي انا نزلت مكان وليد صلاح الدين لانه اتصاب نزلت جبت جونين كان نتيجه 1-1 كسبنا 3-1 النادي الاهلي بعديها المباراه اللي كانت شغاله من شويه اللي هي بتاعه الاتحاد السوري وجبت جون في اول 3 دقائق فطبعا لا طبعا النادي الاهلي الحاجات الطبيه وما بيجازفوش بالعيب ولكن الموقف ده ما كانش فيه كمان البطوله كان فيها سخونه واحتكاكات يعني كان في مناقشات في الوقت ده المباريات كانت الجمهور كمان كان مهتم بالبطوله دي قوي يمكن دي مباراه الشباب السعودي في السعوديه وشايف جماهير مصر ازاي مش جماهير بس النادي الاهلي بص كان الاعلام كلها مصر لان كانت البطوله دي قويه كان في 3 فرق الاهلي والاهلي والاتحاد الشباب السعودي والاتحاد السعودي والهلال السعودي ومعانا احنا بس الاربعه في المجموعه يعني دي النخبه وده كان الماتش ده كان ماتش مهم جدا وهم كانوا كاسبين 1-0 وده هدف التعادل كانوا اطلقوا عليها الاسم ده بطوله النخبه في الوقت ده النخبه دي كانت في استاد الملك فهد اما دي في تونس فلا انا لعبت البطوله طيب مين المهاجم اللي بتشوفه حاليا في فريق الاهلي او في الدوري المصري اللي بتقتنع بادائه وبتستمتع متفرج عليه لان احمد كشري كان عنده موهبه متكامله يعني كان عندك السبرنتات الانطلاقات في المساحات السرعه بالكوره التحرك السليم لاعب العاب هوا جيد هادر وبتشوط كويس بتحط الكره سواء بقوه او بليسنج يعني عندك طرق كتيره في التهديف وعندك مهارات كتيره في كره القدم بتستخدمها كراس حرب او هداف ده ما بقاش موجود كتير يعني بنلاقي راس الحرب دايما متميز يا اما في مهاره او اتنين او تلاته مين المهاجم اللي بتتفرج عليه دلوقتي بتستمتع بادائه وبتشوف انه متكامل لا انا هقول لك الامانه يعني اللي قريب مني في 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 ستايلي وليد ازارو انا كنت سريع جدا بالكوره وعندي الستارت هو مميز بدي هو مميز بدي الحاجات اللي السرعات وال يعني بينطلق كويس وبيتحرك كويس يعني وليد ازارو عنده الميزه دي وانا بشوف ان السرعات اللي عنده انا كنت طب خلينا نكمل كلامنا يا كابتن احمد عن المهاجمين اللي شايفهم سواء في الاهلي او في المسابقه المحليه بشكل عام ملفتين لنظرك في الفتره دي وليه بس بعد ما نستقبل الاتصال مع او المشاركه الهاتفيه من الكابتن ياسر ريان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا وواحد من اللاعبين النجوم اللي زاملوا الكابتن احمد كشري خلال مشواره في النادي الاهلي كابتن ياسر مساء الخير محمد ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار طبعا وسعداء بوجودك في قناه الاهلي تاني يعني ربنا يخليك بشكرك يا كابتن ياسر كل خير ربنا يخليك كابتن ياسر حبيبي يا كابتن ياسر كابتن ياسر كنا لسه بنتكلم من شويه ومن المعلومات اللي سالت عليها الكابتن احمد وعرفتها من زملائي فريق الاعداد انه كان في تحدي انك دخلت في تحدي معاه وقت انتقاله للاهلي وتراهنته على قدرته على النجاح وانه يكون على قدر المسؤوليه بانه يبقى راس حربه او لاعب اساسي في النادي الاهلي ولا لا وانك فيما بعد اشدت بيه وقلت انه نجح او كسب الرهان ده. ما فيش شك انت عارف اي لاعب بيجي النادي الاهلي كان من ضمنهم يعني في احمد كشري جه في الفتره اللي كان فيها اللي هو احمد عبد المنعم وفي كان علي ماهر وكان في فيليكس كان برضو احمد على مجموعه كانت كبيره جدا وهو كان عارف الامور كانت بتبقى صعبه جدا وكان في حسام حسن كان في كتير لعيبه موجوده كان في الوقت ده فكان في منافسه قويه قوي قوي فعشان تلعب على لعيب من الموجودين سواء علي ماهر او تلعب على حسام حسن او ايا كان مين اللي كان في الفراوده او فيليكس الموضوع كان صعب جدا ان هو يعني مش كان بمعنى تحدي بس انا كنت بقول له الامور صعبه جدا اللي انت تبقى موجود تبقى راس حربه النادي الاهلي وتبقى من اللاعيبه اللي لها دور مع النادي الاهلي وفعلا بعد فتره مش طويله لا بالعكس بعد فتره بسيطه جدا كان احمد كشري من هدافين النادي الاهلي وكان له بصمه من بصمات في النادي الاهلي وعمل تاريخ برضه وعمل انجازات معانا في النادي الاهلي. طب بخبرتك واختياراتك يا كابتن ياسر كلاعب كوره مهاري وموهوب وعنده خبرات كبيره، في الوقت ده هل بدات تقرا اللاعب احمد كشري مع بدايه مشاركاته تاخد بالك انه مميز وانه هيكون له شان مع النادي الاهلي؟ هل ده بان عليه في اول مباريات شارك فيها ولا لا؟ لا مفيش شك، انت عارف اي لاعب بيجي في الفتره الاولانيه بيبان سمات الشخصيه بتاعته، انت عارف النادي الاهلي نادي عايز لعيب شخصيه.
منهم كان احمد كشري جاي برضه وعارف الامور مش سهله، وعشان يلعب على او يبقى من ضمن ال11 الاساسيين في النادي الاهلي، لا طبعا الامور كانت بالنسبه له صعبه جدا. لكن واضح من وجوده كان في المقاولين، وجوده كان في الشرقيه للدخان، فاحنا كنا متابعين ليه. ولما جه النادي الاهلي اول ماتش اعتقد او في الماتشات الوديه كشري كنا بنلعب ماتش، هو اعتقد يفتكر الكلام ده، كنا بنلعب فرقه من تقريبا من الامارات في نادي السكه الحديد. ايوه وكسبنا الشوط الاولاني باين سته وجاب منهم تقريبا اربعه. لا ده قال خمس جبت تجوان. خمسه جبت خمسه وانت عامل لي منهم جونين فاكر؟ انا بقول لك يعني وحتى كابتن حسام حسن في اليوم ده كان عايز يكمل الشوط الثاني واستاذن من كابتن ثابت البطل الله يرحمه اللي يكمل الشوط الثاني. وكمل الشوط الثاني اول 10 دقايق كان حسام حسن جاله كسر في الشظيه، يعني كان جاله اصابه. ليه؟ برده كان وجود الكشري، انت عارف كابتن حسام والفراوده الاساسيين في النادي الاهلي برده مش عايزين اي حد يجي برده يعني يبقى ليه مش بس ياخد مكانهم ببساطه، دي بتبقى المنافسه اللي موجوده في الملعب. هو دي ميزه النادي الاهلي، كل مركز هتلاقي في النادي الاهلي بينجح عشان كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثه، بترجع الرجع ده كله للنادي الاهلي والمكاسب بترجع للنادي الاهلي. اكيد. انا بشكرك جدا وسعيد جدا بمشاركتك معانا يا كابتن ياسر، وان شاء الله نسعد بوجودك معانا قريبا جدا في برنامج الاهلي في كل مكان. بشكرك جدا يا كابتن ياسر. هنرجع نكمل كلامنا معاك يا كابتن احمد، لكن هنشوف معاكم مع مشاهدينا هذا التقرير ونستمع الى اراء مجموعه من الجماهير في نجم النادي الاهلي السابق احمد عبد المنعم كشري. احمد عبد المنعم كشري غني عن التعريف، اخلاق ولعيب كان بسم الله ما شاء الله كان مكسر الدنيا، ربنا يكرمه ومشروع مدرب ممتاز، ربنا يوفقه يا رب. مسك السنه اللي فاتت النصر التعدين وكانت ظروف الفرقه وكان معهوش قماشه كويسه، فربنا يكرمه ان شاء الله في اللي جاي، ومشروع مدرب عالمي ان شاء الله، بس ربنا يكرمه كده ويتوفر له الدعم والامكانيات، وان شاء الله هيبقى من احسن مدربين مصر ان شاء الله بامر الله. احمد كشري كان يعتبر من هداف النادي الاهلي، وكان يعني اللهم صل على النبي تقريبا هو كان بيلعب مع جيل كبير فله بصمات كثيره وجايب اهداف كثيره، وهو اصلا بس هو ما كانش من في النادي كتير يعني، طبعا طلع كذا نادي لكن رجع اصلا للنادي الاهلي وبدا راح عند الاولاد الصغيرين الاشبال، لكن هو مدرسه وراجل محترم وراجل لعيب وراجل خدوم للنادي الاهلي وطول عمره بيحب النادي الاهلي. كان ليه رقصه مميزه كده بعد كل جون بيجيبها، وطبعا جيل محترم جيل جميل، الاهلي كل اجياله جميله بصراحه، بالذات احمد كشري بالذات يعني الناس اللي كانت مميزه اهدافه مميزه، حتى هو التمثيل بتاعه نفسه في البطولات بتاعت الاهلي كانت جميله، كانت جميله قوي قوي يعني، فده من الناس اللي ما تنسيش ابدا، الناس المحترمه ما تنسيش، والاهلي كل اجياله محترمه. كابتن احمد كشري كان اصلا كان بيلعب شارع الدخان، وكان ليه رقصه كده معينه بيعملها بعد ما بيجيب الجون برجليه ويروح عند الكورنر بالذات، وجاب اهداف كتيره غير متوقعه من النادي الاهلي، وكان ليه مميزات كبيره طبعا، عارفين ان هو لما كان شايل دخان عمل هداف كبير، وكان ليه حاجه مسمعه جدا، فبالتالي كان ليه رقصه معينه كانت بتعجبنا جدا يعني، وده من الجيل الكبير للنادي الاهلي، او اي حد كمان لعب في النادي الاهلي لازم يكون ليه مميز، فما بالك بكابتن احمد كشري. هو بغض النظر طبعا على الاجيال المتعاقبه في الاهلي، لان كل الاجيال حلوه وجمهور الاهلي بيحب كل اجيال، ايام احمد كشري حسام حسن ومشير حنفي ومحمود ابو الذهب واحمد فيليكس، اعتقد كان جيل بطولات والاهلي حقق فيه بطولات كتير وجميله، وهو لاعب كويس لاعب جميل برضه. الكابتن احمد كشري من اللعيبه المتميزه، الكابتن فيليكس طبعا ما حدش يقدر ينساهم خالص، فيليكس لعب فتره كبيره في النادي الاهلي ويعد لسه من اكبر المحترفين اللي بيمتلكوا قلوب مشجعي النادي الاهلي، والكابتن احمد كشري طبعا هو كان اهم حاجه ان كان جابه الكابتن الخطيب، عشان كان كل الناس زمان فاكره الكابتن احمد كشري، وهو كان لعيب ممتاز خلقا ولعبا في الملعب. ايه رايك في الكلام الجميل اللي سمعناه من الجمهور؟ والله انت اسعدتني النهارده، يعني الناس بتتكلم عني وانا لاعب، يعني الناس دلوقتي بتشوفني مدرب، فطبعا لا بيتكلموا على احلى الذكريات ليا وانا مع النادي الاهلي وانا بجيب اجوان، والناس
فاكرة أهدافي وفاكرة حتى بتشوف ده في أي مكان بتروح وبتتعامل مع الناس. لسه الجمهور بيكلمك على فترة مشاركتك مع الأهلي وتألقك كواحد من المهاجمين والنجوم في الفريق، لسه الناس فاكرة ده طول الوقت وبتكلمك عنه ولا لا؟ بص، جماهير النادي الأهلي ما بتنساش لعيب عندها، فأنا بشوف حاجات والله ما بصدقش، بلاقي الناس بتقف تكلمني على أهداف أنا نسيها، يعني بيقولوا لي فاكر الجول كذا والدقيقة كام ومين اللي بصالي الكورة وفي الدقيقة كام وانت اتحركت ازاي وحطيت ابو الشريك لك ازاي. لا، ده جماهير الأهلي بجد مختلفة، يعني أنا في حاجات لدرجة ان ولادي كانوا هم صغيرين ما كانوش بيلعبوا كرة قدم، كانوا بيلعبوا ألعاب تانية، من كتر ما شافوا الناس بتوقفني وبتتكلم معايا واللي يسلم عليا ويبصني ويقول لي يا كابتن انت كنت لعيب كبير، بدأوا يكلموني قالوا لا احنا عايزين نلعب كوره. هم الناس بيحبوك ليه يا بابي؟ هم كام سنه دلوقتي؟ عندي يوسف ما شاء الله، يوسف 20 سنه دلوقتي ما شاء الله. طب وايه؟ وعندي هادي 15 سنه، ويوسف و يوسف وهادي ومحمد ما شاء الله. هادي ومحمد كام سنه؟ هادي 15 ومحمد 7. طيب ما شاء الله، ربنا يخليهم لك يا رب وتشوفهم في احسن حال دايما. بس عايز اعرف بالنسبه للرياضه، هل كملوا؟ يعني يوسف اكبر واحد فيهم، يوسف كمل في الرياضه مع دراسته ومع مجالات حياته الاخرى يعني ولا لا؟ يوسف بيلعب كوره يمكن السنه اللي فاتت، سنه قبل اللي فاتت كان في النادي الاهلي في فريق 98، فريق احمد حمدي وفوزي الحناوي، وهادي كمان بيلعب كوره، بيلعب في فريق في الدوري، مشارك في الدوري. ومحمد بقى ده غيروا المسار، راحوا لكرة القدم بجد. كلهم حتى محمد الصغير في أكاديمية النادي الأهلي، يعني بيتمرن في النادي الأهلي. مين اللي معاك في الصورة دي؟ المدام. طبعا المدام. مين من الولاد؟ ده يوسف. يوسف هو صغير ده هنا. لما اتعمل لي مؤتمر صحفي في النادي ده، هادي ابني ده شخصية جميلة، هادي قوي. هادي الاسم بس، لكن هو الشخصية مش هادي. لا، كان صغير لكن هو دلوقتي هادي جدا، وهو هادي 15 سنة بيلعب كورة وقريب جدا لقلب. فين يا كابتن احمد؟ بيلعب في فريق اسمه اتش اف سي، ده بيلعب دوري. يمكن انا هو كان في أندية ممكن اوديها له، بس انا سايب، انا من النوع اللي بسيب ولادي امكانياتهم وقدراتهم هي اللي هي. مش عايز تستغل علاقاتك او اتصالاتك ان انا احاول ادعمهم بحاجه ما يستحقوهاش فنيا، لان انا في شغلي. كنت اكيد نفسك تشوف واحد فيهم او كلهم في النادي الاهلي اكيد. يوسف كان بيلعب في النادي الاهلي السنه قبل اللي فاتت، وبيلعب فريق 98. انا ما بحبش المجامله في شغلي، فانا ولادي قلت لهم انتوا لو امكانياتكم تلعبكم في نادي، انا كل اللي اعمله ان انا اجي اتفرج زي اي ولي امر، لكن مش هكلم مدرب. فانا سايبهم هم بيجتهدوا، ان شاء الله باذن الله نشوف يعني كلهم او يبقى منهم نجم من النجوم يكمل مشوار الكابتن احمد كشري. الصوره دي جيل عظيم من الاجيال اللي مليانه مواهب، يعني كم النجوم اللي موجود في الصوره دي عدد كبير جدا، ده اللي تعودنا عليه دايما في نادي الاهلي، وده كان من الاجيال المميزه جدا اللي حققت كمان عدد من البطولات. فاكر الفتره دي وفاكر الجيل ده والنجوم اللي كانوا معاك في الفريق، يعني فاكر الفتره دي ازاي؟ طبعا. بص، محطوط ايه قدامنا؟ الدوري المصري والبطوله العربيه وكاس السوبر العربي، يعني ثلاث بطولات. وكان لسه احنا السنه دي خدنا كمان كاس مصر، فاحنا شاركنا في اربع بطولات خدناهم. ده حصاد موسم. الجيل ده فعلا من اقوى الاجيال اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. يعني بص مين موجود، يعني كابتن شوبير طبعا، كابتن اسامه عرابي، كابتن حسام حسن، الكابتن ابراهيم حسن، وباقي النجوم طبعا هادي خشبه، محمد يوسف، فيليكس، هشام حنفي، كمونه، مجدي طلبه، محمد شرف، الحديدي، رضا عبد العال، نخله، ياسر ريان، احمد رجب، محمد فاروق، احمد سراج، انا بس الصوره عشان الحضري، الحضري، احمد فوزي، مصطفى كمال، يمكن مش عايز انسى بس حد منهم. مين اللي جنب عبد الجليل؟ اللي بين كابتن محمد عبد الجليل والكابتن عصام الحضري برضه، في حد بين عبد الجليل وعصام الحضري؟ انا برضه مش عارف مين اللي بين. لا، اللي جنب، لا ده عمرو الحديدي وانا. احنا الاثنين عمرو الحديدي وانا. احنا الاثنين كنا شنبات في الفرقه، والحضري جنبنا. مش عبد الجليل. لا 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 لا، عبد الجليل اللي قلت عليه عمرو الحديدي. لا، الحديدي وانا وعصام الحضري. انا جنب عصام الحضري، اللي بعدي عمرو الحديدي، بعديه محمد شرف. كم واحد من الاسماء اللي اتكلمت عنها في المجموعه دي دلوقتي يا كابتن احمد بقى نجم كمل، وبقى نجم من نجوم منتخب مصر، وقعد قد ايه في الملعب، وكم يعني فاكر المجموعه دي قعدت قد ايه، تالقوا بقوا نجوم دوليين طبعا. وكم واحد منهم شارك كام سنه في منتخب مصر؟ يعني الجيل ده من الاجيال فعلا اللي لها تاريخ كبير، سواء كان على مستوى الاهلي او مشاركاتهم مع المنتخب. هقول لحضرتك حاجه، الفريق ده
كنا 25 لاعب، 25 لاعب كنا دوليين، 25 بيروحوا منتخب مصر. بتلاقي 13 راحوا في الاول و12 تاني. كل المجموعه اللي قدامك دي لعبت منتخب مصر في وقت واحد. يعني شوف كده، قول لي اي اسم فيهم كان في منتخب مصر. حسام وابراهيم وهادي خشبه وسيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف وكمونه ومجدي طلبه وكاب شوبير كل دول كانوا دوليين. يعني الجيل بتاعنا ده كان جيل قوي جدا. يمكن في مباريات انا اقول لك كنا بنلعب المباراه، قبل ما نلعب المباراه احنا كنا في مباريات بنكسبها. يعني فرق زي المنصوره ازاي ال 25 واحد لعبوا منتخب مصر؟ هل على فترات مجموعه كانت بتروح بصفه اساسيه ومجموعه ثانيه في فترات بيبقى فيها لسه اختيار للقوام الرئيسي لاي بطوله؟ يعني ازاي المجموعه كلها الفريق كله كان في الفتره دي كان بيروح منتخب مصر كان بياخدوا 13 لاعب، تبص تلاقي المجموعه اللي بعدها 12 او 10 لعيبه تانيين. يعني كان الفرقه بتاعتنا ان احنا كنا ابطال دوري وكاس وبطوله عربيه والنخبه، كنا كل بطوله بنخشها بناخدها. يعني كان الجيل بتاعنا ده كان قوي جدا. فالمجموعه دي كلها او الفريق ده اتكون فيه مجموعه نجوم. يعني يمكن انا وجهه نظري في اجيال كويسه قوي ودت النادي الاهلي، ويمكن الجيل بتاع ابو تريكه وبركات ومحمد شوقي جيل ما حدش يقدر يتكلم عليه، لكن الجيل بتاعنا ده كان فيه نجوم اكتر. يعني لو انت اتكلمت في جيل ابو تريكه وبركات هتقول النجوميه العاليه قوي كانت في اربع خمس لعيبه او خمس ست لعيبه، لكن الجيل ده من اول حراسه المرمى لحد المهاجمين كان اللي كانت الدكه بتاعتنا. يعني كان في فريق بيلعب والدكه لاعب بره مين؟ يعني كان رضا عبد العال قاعد بره، وليد صلاح الدين، احمد كشري انا معاهم بره، مجدي طلبه، احمد نخله، مين مثلا نجوم. انا بتكلم دول لو احنا احتياطي، لو احنا احتياطي. فبالك بقى في الملعب، في الملعب في مكان الناس دي، صمع عربي وادي خشبه وفي ياسر ريان وفي محمد عماره وفي لا فعلا المجموعه دي كلها يطلق عليها انهم دوليين لان كلهم شاركوا على فترات في منتخب فعلا مصر. كان ولو مش بشكل دائم مجموعه منهم كانت بتشارك في فترات لا كلنا كنا في انا كنت في المنتخب في الفتره دي، وكان هادي وهشام حنفي ومجدي طلبه وصمع عربي، الفرقه كلها كان تبص تلاقي المنتخب يبعت معسكر، تبص تلاقي فيه 13 لاعب، وتيجي بعديها مثلا المعسكر اللي بعديه تبص تلاقي المجموعه الثانيه اللي مش موجوده. لدرجه في ماتش يمكن جبتوه في التقرير بتاع باللعب المنصوره، كان فيه 13 لاعب في المنتخب من النادي الاهلي. شوف مين اللي في الملعب في الماتش ده. لما جبت الجون مين اللي جري عليا؟ وليد صلاح الدين وابراهيم حسن وسام عرابي ومجدي طلبه وسيد عبد الحفيظ منتخب مصر مجموعه كلها الفرقه كلها منتخب مصر. يعني فاحنا كنا فرقه قويه جدا. والجيل كمان اللي اشرت له حتى لو الاعداد في وقتكم اللي كانت في المنتخب اكبر، لكن الجيل اللي اشرت له كابتن احمد اللي هو جيل ابو تريكه وبركات والمجموعه دي كلها عملوا طبعا نتائج احنا يعني فرق معانا حاجه عملوا واحده، عملوا تاريخ وعملوا سجل من البطولات طبعا غير مسبوق. يعني مجموعه البطولات او عدد البطولات اللي حصلوا عليها في المدى الزمني اللي شاركوا فيه. طب احنا اللي فرق بيننا وبين الجيل ده ان احنا في الفتره دي ما كناش بنلعب افريقيا كتير. الجيل بتاعنا لو كان لعب افريقيا كان يعني احنا كنا كمنتخب مصر كمان كان قوي في الفتره دي، والفرقه بتاعتنا فريق النادي الاهلي في الفتره دي مليانه نجوم، ولكن كان في البطوله العربيه وفي البطوله العربيه، فكنا بنشارك البطوله العربيه لان البطوله الافريقيه البطولات الافريقيه كانت بتاخد مننا وقت طويل والمسافات وما كانش فيه ترتيب قوي، وفي نفس الوقت يعني ما كانش فيها الامكانيات. ففضلنا او اداره النادي الاهلي فضلت ان البطولات العربيه ان احنا نلعب البطولات العربيه المجمعه، فدي اللي فرقت شويه مع الجيل بتاعنا. لكن الجيل ده يعني انا مع النادي الاهلي واخد 10 بطولات مع النادي الاهلي اكيد، لا كله نجوم النادي الاهلي في زمن قليل جدا. ده طبعا مش تقليل من شأن، لا طبعا لا مش تقليل، لكن بتقول ان الجيل ده جيل عظيم. بالعكس الصوره كان كلها زي ما قلنا كلها نجوم، وده المعروف دائما ابدا عن كل جيل من اجياله من ابناء النادي الاهلي في كل فتره من الفترات. هختتم معاك بسؤال اخير يا كابتن احمد. طبعا اتكلمت كتير عن مشوارك ونجاحاتك والفتره دي اللي من اسعد فترات حياتك يعني كلاعب ونجم في النادي الاهلي ومنتخب مصر، لكن الجمهور عايز يعرف مسيرتك دلوقتي بعد الاعتزال كلاعب، اخبار مشوار التدريب ايه وكارير انك تكون مدير فني، هل الامور ماشيه كويس، ناوي تكمل في المجال ده ولا بتفكر تخرج لمجالات اداريه اخرى في الرياضه او في كره القدم بعيدا عن التدريب؟ لا وطبعا الحمد لله يمكن انا شغال مدير فني يمكن من 2000 حوالي و4 بدات. اول لما بدات ان انا مدير فني ما اشتغلتش مساعد مع حد. يمكن الفتره الوحيده اللي اشتغلت فيها مدرب عام كان مع الكابتن اسامه عرابي فتره تعدين واسوان. لكن انا بحب مجال التدريب جدا
وبدأت من النادي الأهلي بيتي، ومن النادي الأهلي طلعت مسكت منتخب جيبوتي 3 سنين، دربت الفريق الأول منتخب جيبوتي ولعبت تصفيات كاس عالم، وكانت أول مباراة ليا مع مصر، ولعبت قدام منتخبات كبيرة زي زامبيا وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا وبروندي، ولعبت مع منتخبات كتيرة، والحمد لله يعني أنا راضي جدا على الفترة اللي قضيتها في جيبوتي، ويمكن أنا هناك بيحبوني جدا بيعشقوني، لأن الحمد لله اتطور أداء المنتخب بتاعهم جدا في الفترة اللي كنت فيها. وبعديها أنا رجعت النادي الأهلي ومسكت فرق درجة أولى ممتاز به فترة اللي هي قبل الثورة، ومسكت النصر التعدين الحمد لله، يمكن تجربة يعني الحمد لله مصر كلها شافتها، وكل الإعلاميين والنقاد والرياضيين الحمد لله أني في فترة بسيطة قدرت أن أنا أغير شكل النصر التعدين ده. فريق كان عنده 9 بونت، قدرت أن أنا أوصله المباراة قبل الأخيرة في الدوري، أن احنا قاعدين في الدوري، ولكن ظروفهم وإمكانياتهم وعوامل احيانا خارجه اداريه او ماليه بعيده عن بالظبط اثرت عليهم، لكن الحمد لله والفريق ده اللي كان بعيد خالص عن ان هو الناس تقول ان هو يقعد في الدوري الحمد لله بعد الفتره اللي يعني ايه طموحك للفتره الجايه كمدير فني كمدرب من مدربي كره القدم، والاقرب اننا نشوفك فين يا كابتن احمد الفتره الجايه؟ والله انا طبعا طموحي ان انا اي واحد طموحه بيبص لما بيجي يفكر في الطموح بيفكر الحاجه اللي نفسه يحققها اكبر طبعا طبعا امنيتي طبعا ان انا النادي الاهلي في يوم من الايام ابقى مدرب النادي الاهلي، طبعا ده بيتي ودرب منتخب مصر، لان ده اعلى سقف في مصر، وانا طموح جدا، والحمد لله في فتره تدريبي للنصر التعدين الحمد لله جالي انديه كويسه والناس اتكلمت عليها كويس قوي، ولكن انا يمكن في حاجه هي اللي مضايقاني في المجال بتاعنا، ان مش كل الامور ماشيه صحيحه، يعني بمعنى ايه، النهارده السنه اللي فاتت احمد كشري مع النصر التعدين قدرت بفريق النصر التعدين ان انا اكسب فرق كبيره جدا من مدربين كبار، كسبت بتروجيت في ملعبك، كسبت الداخليه، كسبت وادي دجله، كسبت الشرقيه، كسبت انديه كبيره الجيش، يعني بالنصر التعدين تلاقي الموسم الثاني مفيش فرصه ليك انك تمسك في الدوري الممتاز، ففي حاجات ثانيه خارج امكانياتك وقدراتك، ودي مش معايا انا بس، في بعض العلاقات الاقرب الصداقات في المجال والاتصالات في الوسط هي دي مشكلة، هي ممكن تبقى ساعات بترجح مدرب على التاني، ما هي دي مشكله مصر، هي دي مشكله الكره في مصر، يعني الامور بتدار بالعلاقات وبالحاجات الشخصيه وبالمصالح احيانا، دي اللي بتخلي بعض المدربين، انا يعني بعض المدربين هي اللي بتتواجد في الدوري على بعض المدربين، مش بقول انا في مدربين احسن مني، شايف ان في كفاءات احيانا ما بتاخدش فرصتها طبعا، او بتبقى يعني مش واخده حقها بما تمتلك او بالنتائج اللي هي حققتها في الفتره اللي فاتت. النهارده انا ايه اللي يخليني امسك فريق في الدوري الممتاز؟ لما اجي امسك فريق وانجح معاه يبقى انا المفروض تكون ليا فرصه ثانيه في مكان ثاني، مكان افضل، لو انا نجحت بفريق ما عندوش اي امكانيات خالص، فريق النصر التعدين كنت بدرب 17 لاعب بس وامكانياتهم والمسافات كل ده ونجحنا او نجحت معاهم، تلاقي ما لقيتش مردود لده يعني خالص، يعني في العروض او في التعاقدات؟ لا انا في انديه الحمد لله، في ناس، في رؤساء انديه كلمتني، في انديه كبيره محترمه الحمد لله رشحتني، في اترشحت في انديه كتيره، ولكن لا انا شايف ان الامور دي او انا أمور لو أنا بلد تانية أو في حتة تانية المنظومة أو الفكر مختلف شوية، أنا كنت همسك أندية كويسة في الدوري، أو فريق ترتيبه أو تصنيفه أو إمكانياته أفضل من العروض. طبعا كنت همسك فرق في المقدمة من أول 5 6 فرق في الدوري. طيب في طبعا ده موضوع كبير جدا، موضوع الحسابات والأرقام ده، عشان نناقشه مناقشة موضوعية لابد أن نضع أمامنا النتائج اللي حققتها في الفترة اللي فاتت، كم مباراة مكسب، كم مباراة هزيمة، كم مباراة تعادل، عشان نقدر نتكلم، وأبقى بتكلم معاك من واقع أرقام بتناقش معاك فيها في رؤيتك اللي بتقولها دي يا كابتن أحمد، عشان أبقى بسمع وبقدر أطرح وجهات نظر أي مشاهد بيسمعك دلوقتي يقول باني كلامك ده على ايه، انت محق في هذا الكلام او بتجامل نفسك، يعني كل واحد ممكن يشوف الامور بطريقه لا مختلفه. الورق مش قدامي فانا مش قادر، عشان كده انا بسمع رؤيتك. انا بتكلم على تجربه النصر التعدين، احنا ناس هي موجوده حسب كلامك والناس كلها وفقا للنقاد واللي قيموا التجربه، والناس كلها شافت فريق النصر. انا اتمنى لك طبعا ان احنا اولا ندي مساحه كبيره للحوار ده في حلقه تانية تكون ضيفنا فيها، ونتكلم فيها عن عالم التدريب والارقام والمنافسه في المجال ده وفرص اي مدير فني واليات التقييم في مصر، ونتكلم شارك معنا فيها نقاد رياضيين ويشوف الاداء والاختيارات والتعاقدات موضوعيه ولا
متاثره بدرجه كبيره زي ما قلت بفكره العلاقات والصداقات اللي بتدي او بترجح مدرب على اخر، حتى لو المدرب اللي تم استبعاده او عدم التعاقد معاه هو الاكفأ احيانا حسب كلامك. خلينا نختتم لان انا بعتذر ان انا قطعت كلامك قبل ما نتلقى الاتصال مع الدكتور اسامه، كنت بتتكلم ودي اخر نقطه نختتم بيها حوارنا، عن رايك وتقييمك للمهاجمين في مصر. قلت انا بشوف اللي شبهي في طريقه الاداء وليد ازارو، مين تاني شايفه مميز في الفرقه؟ والله اللي كان قريب مني يعني كان عماد متعب، يعني عماد هداف بيعرف يستغل الفرص اللي بتجيله، كان بيقدر يجيب جوان، كان في الصندوق عينيه كويسه على الجون، عنده هدوء، انا كنت هدوء في يعني عندي الحته دي في ال 18. فعماد كان اكتر واحد بحس ان هو قريب مني على المرمى، ويمكن عماد ما شاء الله عمل انجازات مع النادي الاهلي كبيره وعداني في الانجازات دي، ده حقه. بس انا كنت بشوفه عماد قريب جدا من اسلوبي. خالد بيبو يمكن ده اللعيبه اللي بعت، لكن اكلمك بكل امانه وبكل صراحه، على مستوى الدوري المحلي كله انا مش شايف ان في مهاجم يعني متكامل او عنده متكامل لدرجه ان احنا منتخب مصر مش لاقيين، مش عارفين مين المهاجم تحديدا، مش عارفين مين المهاجم الاساسي في منتخب مصر. فالنهارده انت بتتكلم ما فيش الكم اللعيبه او اللي انت تقول ان في منافسه بين 3 4 لعيبه. يمكن الاجيال بتاعتنا كنا بنتكلم ما فيش فرقه اللي كان فيها حوالي 4 5 لعيبه مميزين جدا. فالنهارده مين المهاجمين اللي عندهم استقرار في الدوري المصري؟ تلاقي بعض اللعيبه بتعمل في البدايه بتظهر كويس قوي، بعد كده بتختفي اهدافها وبتقل، او تلاقيه في موسم كويس الموسم الثاني قليل، ما فيش المهاجم اللي مستواه ثابت. دي مشكله في مصر حاليا. يمكن منتخب مصر لحد النهارده لو قعدت والناس بتتكلم عن منتخب مصر ما حدش هيعرف يستقر على مين الفرق بتاع مصر. فطبعا دي قليلة، لكن أنا بيعجبني وليد أزارو بالذات في الفترة الأخيرة، بدأ يركز أكتر على المرمى، عنده تحركات والسرعات بتاعته كويسة، وعنده الستارت بالكرة كويس قوي، ودي يمكن اللي كانت بتميزني أنا الستارت بالكرة، كنت بفرق. فهو وليد أزارو أنا شايف إن هو يعني الأفضل حاليا، الأفضل والأقرب ليا في طريقة الأداء أو في سرعاتي ووصول المرمى، لأن أنا كنت بوصل كتير أول مرمى. يعني كابتن أحمد أسعدتنا جدا بوجودك معانا النهارده، نتمنى تجارب في عالم التدريب، نشوفك في تجارب تضيف لخبراتك السابقة وتكون على قدر اجتهادك فيها كمان حسب كلامك. الفترة الجاية نشوف أكتر من عرض مناسب لك تحقق فيها مزيد من النجاحات اللي تكمل مشوارك ونجاحك كنجم من نجوم النادي الأهلي داخل الملعب في الفترة اللي فاتت. بشكرك جدا يا كابتن احمد واسعدتنا بوجودك معانا النهارده. انا اللي سعيد ان انا كنت معاك، وبصراحه انت عامل لي حلقه يعني فوق المميزه بصراحه. زملائنا بقى الحقيقه فريق العمل والاعداد هم كانوا مجتهدين جدا في التحضير للقاء ده. لا بجد بشكر فريق الاعداد كله والمجموعه كلها، يعني انت فعلا يعني اسعدتني بحاجات جميله. يعني النهارده اولادي لما يشوفوني واصدقائي او الناس اللي عايزه تعرف احمد كشري ولاعب، فانا سعيد جدا ان انا معاك وحلقه مميزه، والحلقه المميزه اكيد مع يعني واحد اعلامي زيك مميز. بشكرك فانا شكرا انك اتحت لي الفرصه ده، الفرصه دي ببيتي في قناه النادي الاهلي. يعني بنسعد بيك في اي وقت، محببه لمصر كلها. ربنا يخليك وتتكرر اللقاءات معاك، ونسعد بيك دايما على شاشه النادي الاهلي. بشكرك جدا كابتن احمد عبد المنعم كشري نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا وصلنا لختام هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا فقراتنا مستمره بعد الفاصل، حوار تفصيلي عن كأس الأمم، كأس رابطة الأبطال أو دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم، التغييرات في اللوائح وفي القوانين وكل الترتيبات المنظمة والتي تحكم وتدير هذه البطولة، مع الناقد الرياضي المتميز ومدير تحرير صحيفة الشروق الأستاذ شريف عبد القادر. ابقوا معنا.